توا وقيد باش تجينا برشا امل برشا ضحكه برشا سعاده برشا حب للحياه. هي باختصار الكاتبه الاكثر مبيعا في تونس جديدها فاتن الفازع سوف تلهو بنا الحياه، هذا الكتاب الجديد وهو الى حد الان الكتاب الاكثر مبيعا. شنو تفاصيل الكتاب هذايا؟ فاتن الفازع تجي بحدنا باش تحكي بكل جراه بكل حريه كما العاده. نستقبلها بحب كبير فاتن الفازع. مرحبا. يعيشك هدود، مرحبا بيك. مبروك كتابك الجديد. يعيشك. سوف تلهو بنا الحياة. بربي الحمير ما عملت لي رتوش، حسيت روحي مسيت سافا مريقلة. معناتها أنت مشكلتك توا إيه؟ الحمير متاعك مريقل ولا لا؟ إيه. كاتبة تافة. معناتها مرة تجيني تاكل في شوينغوم. والله نحيته اليوم، والله قبيلة بركة نحيته قبل ما نهبط. وتوا مشكلتك الحمير نتاعك؟ إيه. ليلى محلاك؟ بالحق. ليلى محلاك؟ مريقلة. مريقلة ومرك واضحة. تهبل، مرحبا بيك. يعيشك. ألف مبروك سوف تلهو بنا الحياة. يعيشك. مبروك زاد كيف كيف كلمنا المبيعات، قالوا لنا إلى حد الآن هو في المرتبة الأولى الأكثر مبيعاً قبل ما تبدأ. الجمعة هذية خرج، ما هو خرج الخميس اللي فات. دونك خرج معناتها الجمعه هذيا هو نيميرو 1. هذا ولدك الخامس؟ ها ولدي بيان سور. ولدك الخامس. اسرار عائليه 2018 ومن الحب ما فشل بعده بعام 2019 شرع الحب 2020 وهستيريا الكتاب اللي عمل هستيريا كبيره برشا زي كيف 2021 2022 سوف تلهو بنا الحياه. معدل نتاعك كتاب كل عام؟ ايه ان ليفر بارون. ما عندكش صعوبه في الكتابه وفي النشر؟ سي لا ريغور الموند، خدامة أنا ورا نخدم على روحي، مركز على روحي، نخدم. أو ما يطلبش برشا مجهود. علاش؟ الناس تقول لك مثلا اليوم فاتن تنجم تكتب لك، أنا كان نكتب كيما فاتن نجم نهبط كتاب كل جمعة. يكتبوا يوريونا. هاو قدامهم الدنيا يكتبوا وينشروا ويوريونا. سهلة ياسر يعني. 72 ألف نسخة توا تابعة ل 10,000. 72 ألف نسخة. هما اللي موجودين قبل ما يخرج سوف تلهو بنا الحياة، توا ولاو 82 ألف نسخة فيو كو طبعت 10,000 النسخة معناتها. الهدف توا هو ال 100 ألف نسخة. وي. وتولي أنت أول كاتبة تمس الرقم هذايا ولا لا؟ لا لحد الآن ما فما حتى حد ما صورة، حتى 82 ألف و 72 ألف مش موجودين. يعني كانش العباد اللي كتبتهم دخلت في المنهج الدراسي اللي يوليو بيان سور يتبعوا. لا نحكي روايات كيما هكا ماهمش في المنهج الدراسي. لا لا روايات كيف هكا البيت تطهر وطول عمر وحايف تطهر. عائلي. مسلسل عائلي. هذا ما يدخلش المنهج الدراسي. سا ديفون شنو ما مش يقراوا. ديجا الدارجه ماهيش في المنهج الدراسي. اي توا شكون يعرف دو كلكو زاني. تستمتع بالكاتبه الاولى الكاتبه الاكثر مبيعا؟ اكيد بيان سور نستمتع. وهو هدفك بالاساس؟ اي. والشهره هي هدفك؟ لا لا، على خاطر كي نبيع اكثر معناتها افكاري وصلت اكثر. واحنا راهو الكتاب ريت كان تجيب نهار كاتب يقول لك انا مش هدفي اني نبيع، اعرف اراه يكذب عليك، على خاطر سينو تو نكتبوا جورنال انتيم ونخبيو لرواحنا. احنا نكتبوا باش نتقراو، معناتها ما نكتب سينو تو ما نكتبش. فما ناس تكتب باش تقرا، فما ناس تكتب باش تقرا وتاثر. يعني حتى انا نتقرا ونتاثر. اي جي شانجي دي ديستان. يعني يقدموا ياخذوا ثقه في رواحهم ويقدموا يعملوا حاجه ويفعلوا يسعوا، فهمت؟ دونك اي بي سي با ان ترافاي كو جو في كان في الكتب، سي ان ترافاي اوسي كو جيساي على طول العام اني في معناتها دو تونز ان تون نخرج في انستغرام ونحكي على دي تيم ونعاون العباد، معناتها نحكي مع ما كوميونيتي ما فامي ما دوزيام فامي حبيب قلبي واحلى حبيب قلب فيك يا عالم وكا الحب للحبيب. <تصفيق
شبيك باهت فيا؟ ذوكم الحبايب لازمني نعمل لهم. انت كاتبه من المفروض الصوره اللي عندي على كاتبه انها تكون راسينه، انها تكون جديه، انها تكون عندها هكا وقار. والله بوكوفسكي كيف جيبوا برنار بيفو دخل مع دو بوتي دو فان كي كملهم قلق من العبيد اللي قاعدين خامروح. والله دونك انت استيتو اغور نسمع عاقله. ايما فما حاجات شاذه هكا غريبه، اما الصوره اللي عندنا ديما على الكتاب انهم رمزوا الوقار. انا مانيش وقار. انا جو سوي كوم سا، معناها نكتب راهو نكتب يعني كاينو عبد، كل عبد عنده خدمه باش يخدمها. انا ما نعرفش، ما نحسش روحي لازمني نبلع باكيته يعني ونبدا هكا وكل نجيك نحكي لك على عجز الكاتب امام الورقه البيضاء ودرشنيه. لا لا ناين يا حموده ناين، نجي نخرم عليك ونهز ونصبط ونروح. نين انت اليوم باش تهز وتصبت وتخرم؟ بيان سور، انا دايما نهز ونصب. كيفاش باش تعدى الليله هذه؟ هذه ليلتي. والله هذه ليلتي. كما قالت ام كلثوم، كلمه الشعر جرجر ضيق سوف تلهو بين الحياه وتسخر. القصه اللي نحكيو عليها لهنا قصه علي، امه بائعه هواء هبط للعاصمه تمرمت. والهدف نتاعو انه يغير من نظره الناس ليه. ينجح ولا لا، شنو عمل، شنو اللي صار، هذا الكل تلقاوه في الروايه سوف تلهو بنا الحياه. موجوده في كل المكتبات في تونس. التوقيع لفاتن الفازع. به باش نعمل لك انترفيو. انت كيما الشخصيات نتاع الروايه نتاعك؟ نعم ذو فاتن كيما علي. مدينه ديما للي يوقف معاها وقت الضيق. والله شوف الانسان الأولاني اللي أنا مدينة ليه، أنا مدينة روحي. مدينة روحي على خاطرني ديما مواصلة وديما مقدمة، وقد ما يصير معناتها ديما نحاول نتغلب على روحي. مدينة لدموعي ومدينة لوجيعي ومدينة للحاجات اللي ما نجمتش نتجاوزهم اي كو جيساي دو ترانسفورمي اون لوميير في كتبتي. مدينة معناتها للطفلة الصغيرة اللي ما حبتش تكبر فيا واللي قاعدة تعارك واللي قاعدة تشابط واللي بعمرها لا قالت لا ولا خافت ولا باللي صار الكل. دونك وي مدينة روحي، مدينة نعطيك الثلاثة أكبر، مدينة لأصحابي على الفيسبوك الأولانيين اللي هما هكايا حسوني وقتها مانيش بالكدي قد بعضي وكل، حسوني اللي أنا عندي قيمة افيك لوغ معناتها لوغ لايك لوغ بارتاج لوغ كومنتير، وهما يقولوا لي أراك إكري قدم أراك عندك دو تالون معناها الناس. ومن بعد كيف خرجت أنا ما عنديش وقتها انستغرام، كيفاش قداش جاوني الحفل التوقيع معناها الأولاني أراه تقول كاتب كبير كبير كبير، وهما جعلوا من كتابي الاولاني اسرار عائليه شو معناتها نيميرو 1 في الفونت وان بيست سيلير. والمجموعه الثالثه هما حبيب قلبي على انستغرام، ما فامي سور انستغرام، هذوكم بالحق مدينه لكل انسان فيهم ونحبهم وشدتهم في قلبي، حطتهم بالحق في قلبي ومسكر عليهم في وسطه. فاتن انت كيما ابتسام في الروايه نتاعك سوف تلهو بنا الحياه، الراجل اللي باش تعمل معاه علاقة لازم يكون لاباس عليه. أنا الراجل اللي باش نعمل معاه علاقة لازم يكون زوفري، خلقه عادمة، شوكته واقفة، يا حبة ذكر شو تهز، أكثر من هكا ماني طالبة شيء. أنا أعطونا الزفير، أعطونا الزفير نعطوكم الحب والكتب. اما الزوفيريا فيه معنى العنف، فيه معنى اذلال المراه. لا لا مش هذاك الزوفيريا، هذاك العروبي وهكا. لا لا مش زعم عبد معناها ميزوجين وماتشو. بون ماتشو ان بو سور لي بور نجم هكا انا وياه، ما خاطر حتى انا عند روحي معناها. اما ليلي
الزوافرة شوف هادي ميسالش باه فيه الحاجات الخايبين وانا يعجبوني كذا الزوافرة وما نحبوش يصلي نحبو يسكر ويغني ويقول لي يا ليري يا ليري يلزم راجل يعاونك على الحياة يهدك وانا مهدودة هنا ويهديك ويصلح منك ويكملك ويتناقض معاك في أفكارك يدوكم يكملوا بجنبي وشيلوا متعطوة ما يكملوا لحد شيء والله ليه اغزر ينجم يكون يكملني ويهبل وعنده جميع لكاليتي أما القلب ما يريد هدود امرأة المهمات الصعبة هنا وكرشو خارج علاش كرشو خارج؟ يعجبوني يعجبوني اللي هكا نحب العباد نحب الرجال اللي بالصحة ملي أنا صغيرة نحب كرش الدازة ونحب العباد المفروتة حتى في علاقتهم معناها ريت أنا ياسر بز علقت وعاش ما كسب مات ما خلى وهكاك نحبو كيفي كلي ماركة يكون ويخذلك داري خرج منها تاكسي فون من هنا ومرسوري من غادي يحبلها تنمو يخرج منها من الشارع يذوكم ناين يا حمودة ناين أوه كمل الليل على خير به كيما من يعرفات ان انت ولا لا تنجم تهرب من داركم تنجم تقطع عائلتك في سبيل انك تعمل الحاجة اللي انت تحبها بون انا دارنا الحق يسون تيلمون اوفير اللي ومعناها دارنا ننتمي انا الميليو مثقف ومتفتح دونك مانيش باش نقطعهم اما كان جيت ولدت في ميليو معناتها ياسر مسكر اي كي منيار اي نمشي ونقطع على سبيل الحاجه اللي نحبها اي حتى على سبيل انك تضحي باقرب الناس ليك اللي هما عائلتك خاطر ما عندهمش الحق خاطر حياتي متاعي هذه الحاجة اللي لازم يفهموها العباد تنجم تكون كيما منيار ولا ليه تنجم تضطر انك تخدم على انستغرام باش تنجم تلقى باش تعيش نبيع معناتها دي برودوي دو بوتي اي معناتها تدبر حاجات تعيش بهم وكا لا انا لو كان مثلا باش نخدم انستغرام انا فاتنا راني اخترت الكونتوني نتاعي اراه كان كولينير مش نبيع لي كريم دونك راني نعمل بلاسمون دو برودوي هكا نتاع ماكله ولا حاجه فهمت وراني نعمل دي فورماسيون نتاع هكا معناها نتاع لو تيروار كولينير تونيزيان الكاتبه الانستغراموز ياسر تتقال هذيك كاتبه انستغراموز عليك انت يعملوا كيفي شو يعملوا كيفك معناتها هما ما يحبوش يعملوا كيفك يحبوا وراسك هما كلهم ماذا بيهم راهم في راهم في البلاصه هذيه وراهم هما خرجوا النمبر 1 وراهم هما طابعين 82 الف كتاب كان جاوا هما ما يحبوش كيف راهم طافيني خاطر راهو التجاهل هو معناها عبد اللي ما يحبكش راهو يتجاهلك لا يحكي عليك لا يهمو فيك اما اللي مكبش معاك صدقني اللي مكبش معاك لانك ظاهره مستفزه يقول لك علاش هي معناتها انا يلزمني نفيق الناس بخطوره وجود كاتبه اسمها فاتن الفازع على هذاك معناتها لو كان جاوا فين بالحق معناها وما عندهمش لا فرستراسيون نتاع الناس اللي تحب تنجح وما نجحتش راهم يعرفوا اللي فما انواع في الادب حتى فما ميم لا تراش ليتيراتور فما لي ليفر دو غار فما الالغاز فما مثلا انا وحده من الناس كنت صغيره ما نحسش اللي الالغاز اضافوا لي مثلا الكثير نحكي لك اما C'était une distraction, j'adorais ça. Femme, hâte joha ou le mismar, rahom ktob. Femme, برشا انواع نتاع كتب. ومن بعد كل واحد يصنف معناها القارئ، من بعد هو باش يصنف هذيك الكتاب. مي ما تنجمش تجي هما يعملوا هكاك تعرف علاش؟ سي تري فيسيو سو كيل فون. باسكيلز اساي دو ستيغماتيزي لوتور وكيما نجمونيش انا. دونك ولاو إز إساي دو ستيغماتيزي لو ليكتورا، أنت هذيك كاتبة تافهة
اللي يقراوا الهاتف كيف مثلا يعملوا يقرا جيوم ميسو ولا باولو كويلو تي جيوم ميسو باولو كويلو ملين كتب بيعين ويبداو يجيب 100 لايك راه في فيسبوك ولا 50 ويضحك على باولو كويلو اللي بيع ملين كتب ولا جيوم ميسو اللي هما مترجمين 40 ولا اكثر من لغه يعني راهو اغزر هل فيسبوك هذا وهل يقولوا فيه خلي يقولوا واش يهم انا كاتبة انستغرام وناجحة وعندي توا 82 الف كتاب في رصيدي وكتاب بالفرنسي حاضر كترجمة متاع اسرار عائلية ونحضر له جوست في استراتيجي ماركتينج متاعه باش نخرجوا في جانفي كيما عباسة تحب في دفينتك الناس تجي محمرة مدبغة صابغة قادة لابسة اي نحب في دفينتي ان شاء الله يا ربي نحب نتكفن في عالم تونس ونحبهم يعملوا سهرية يوصلوني بالزازة ويسمعوا أم كلثوم وما نحبش نكدن أنا في حياتي حسيت روحي هكاية طقوس الحياة أديتهم بالحق على بالقديمة جي أونوغي لافي ونحب نمشي أون بوتي خاطر أنا باش نقعد عايشة خاطر من يكتب لا يموت أما فما طقوس طقوس الدفن وطقوس إجلال الموت كي تقول للناس نحبها تجي محمرة ايه نحبهم يحمروا بالأحمر خاطرنا بون اليوم عاملة بيج وكل خاطر عملت الأزرق باللامي يغزلوا محليها دول والله وفي بالك شريت رشقة رشقة طاوس بالفصوص شطر أزرق وشطر أبيض نسيتها ما لبستيش دونك أنا ياسر نحب الحمير الأحمر وإن شاء الله يجيو كلهم محمرين بالأحمر ويعملوا حفلة ويفرحوا ويشطحوا ويشيخوا وفوالا والحياة تستمر راه كاو شو بجنب الخالق شوفوا كاس كيليا دو لوتر كوتي أنت كما بلقيس في سوف تلهو بين الحياة نجم تعشق راجل أصغر منك ب 12 سنة أبدا لا لا انا رجالي رجالي نحبهم كبار لا نحب الرجال الكبار اما قبل كنت نختارهم اللي بيناتنا 18 و15 تو انا وليت 43 يعني كان باش نزيدوا 20 سنه نولي نمشي للكنا من بزنس نشد شيره ثنيه الدوسيات نتاع الامراض المزمنه نولي بيناتنا 10 سافا الحب راهو مش مفاتيحه بيدك فاتن اي ام انا نميل هكاك انا عندي لو كومبلكس ديليكت انا مراه حبي لبابا حب مرضي ماهوش سوي دونك ديما عندي التصوير نتاع البو هذيك ديما نحب الراجل يكون بروتيكتور يكون قوي بيان كو جو تو زاد جيساي دو توي لا باغ لو بير في شيره اني ما نحبش يكون مثقف برشا كيف ما با ولا حاجه اما ديما نلوج فيك لو كوتي بروتيكتور ونحبو اكبر من نحبو نحب نوهق منه زاد على خاطر انا طبيعتي خايبه يعني جي ان سال كاركتير دونك يعني انا جو سوي اكونسومي افيك موديراسيون تشوفني ساعه ساعه نظر لك عسل الدنيا اما لي باش يخالطني مانيش بتاع كل يوم والله زيد شي تاو كيفاش نكملوا الحوار تستمتع بالاعلام ولا لا انت؟ كنت الاعلام نار اي ينجم يضويك يدفيك يضوي عليك اما نجم يحرقك ايه انت لعبت بالنار والله انا مش لعبت بالنار انا جيتي ترو سبونتاني ترو على ليميت نايف ماكش نايف جو بونس كو جي ان كوتي والله بيري عندي شيره انوسونت مش نايف مي جو تاسور ما عنديش ريتني انا والله بتتخ عندي 70,000 ديفو مي جي ان كوتي انوسون مانيش غدا مانيش خبيثه جملة راه والله مع جرام خبز ما نكسبوش اي اما يلزم احيانا لما تكونوا في الاعلام اي هاني تعلمت بعد ايه؟ وي بعد ايه؟ مش باش نعمل هادي اسكو جي لو شو معناها جي سوبي وما عنديش حل اخر معناها جي سوبي من غير ما نرجع برشا للي تحكي فيه اللي يهمني الانسان اللي فيك الإنسانة اللي فيك اللي ماشية تسوق في كتابها تلقى روحها محلول عليها
أبواب جهنم بأتم معنى الكلمة. أبواب جهنم فتحت أمام فاتن الفازع، وتهدت بنتها اللي هي أقرب الناس لها إنها تفتك منها. قبل كل شيء خلينا نسأل على وين وصلت الحكاية. شوف، أنا باش تخرج صغير من ألمانيا لازم بوه يصحح لي. وقت اللي أنا صحح لي بو الأولاد على أرسلين وساندرا، قال لي كلمة على بنتي ما تتجبدش في الإعلام، الصلح صار. أي حاجة تحب تسأل، الصلح صار، معناها طرح القضية، معناها عائلته اللي في ألمانيا تدخلوا لصالحي، على خاطر الحكاية كانت هي مش مشكل أراه أنه البو يفتك الحضانة، المشكل أنه ما فماش نص في حكاية كيف هكاكا، معناتها أنك ينجموا يعتبروها تو سيكسواليزي أن أونفون، ألوغ كو موا جو أنا أتكلم دون لو سونس أو مون أونفون إي ليبر، فهمت؟ دونك تنجم باش يدخل جوريس برودونس، باش يدخل فقه القضاء، ينجم يجيك قاضي، ساعة أكثر هي شانس راهو أنا اللي باش نربح، أما ينجم يجيك قاضي يعتبر أنك أنا متهورة ياسر ونعرض على الصغير للتنمر، معناتها جيكسبو نخلي التنمر، وأنه البو ياسر مسكر، واللي احنا الزوز مانيش أهل التربية الصغيرة ذيك، ويتهز من وراء البحار ما يقولوا لكش حتى وين. مصلحة الطفل ما يقول لك أنتم ما كومش أهل باش تربي، معناتها بقات في حضنك، صار الصلح مع صار بورا، صار الصلح طرح القضية. هذا نقطة مهمة اللي يهمني توا فيك أنت. أي. تلك الفترة اللي عشتها، حالة الرعب اللي عشتها، سيتي أوغيبل. كيفاش؟ سيتي أوغيبل. هادي بكاو نوح دي كريز دو بانيك، معناتها انا نورمالمون مانيش من العباد اللي عندهم دي كريز دو بانيك، معناها ما عنديش برشا الحزن ولا الاحاسيس هذيك ولا الخوف ولا، مي سيتي اوريبل. اخيب بيريود في حياتي بالحق، حاجه ما عندكش فكره، تقوم مقطوع عليا نفس، نبدا نهلوس، يروحوا اولادي يلقوني ما عندي جهد، جمله معناتها ملوحه شليقه، اي على طول النهار وانا نحارب باش نكلمي روحي. وانستغرام شو عملت له؟ سكرته، ما عادش مش من انستغرام، قريب نموت، قلت لك ما نجمش بالسيف باش نجم نقوم نركب طنجر. سيتي اوريبل. كان فما بينك وما بين نفسك أي. تأنيب ضمير؟ اي جدا، وجلد الذات مش نورمال، دخلت في سيكل متاع عرفتك اوتو فلاجيلاسيون، كاين فما تأنيب ضمير، علاش هبطت لتونس؟ علاش مشيت؟ علاش جو مو سوي ليسي فيغ؟ كيفاش كنت؟ كيفاش معناتها يعملوا لي هكاكا؟ هبلت معناتها إيه، وما ما استاهلتوش زايد الشيء اللي عملوهولي، زايد معناها كنا نجموا راهو نطلعوا لوديمات وكل بافكاري بحاجه تنفع، علاش هكاك؟ مونتاج وقصان وفيلم وواحد من غاديك حاسيلو، اما فما ربي في الدنيا، انا ما نحبش نرجع على خاطر باش ما تيلمون باسكو ساجي دو لا في دان اونفون، يساجي معناتها بالحق دو لافنيغ دان اونفون. دونك تلوم روحك اكثر ولا تلوم الاطراف الاخرى اكثر؟ اللوم روحي اللي مشيت بسقيه، واللوم روحي هذايا معناتها اللوم روحي اللي ما عطيتش روحي القدر اللي انا نستحقه، على خاطر ريت كي باش تحكي على افكار معينه راهو لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نجم انا وياك نكونوا معنا جمله ماناش متفقين، اما نكونوا نتحاوروا، فهمت؟ اما تمشي فيلم عاملين مسرحيه هكاك ويقصوا لك كلامك ومن بعد اون تو بلوك، يخسروا عليك بلوك، ميم با يكلمك في التليفون يقول لك اتو نكلم راجلك نفسر له، يكلمك انت معناها يهديك يطمنك، لا هو عمل بيك ارقام، عمل لك بلوك وفيت وتعدى، هذاك الشيء خسر عليا اكهو. انا ماما خنقتها متاع البكيه في التليفون اللي وقتها صارت الحكايه هذيك، ما عادش نحب نسمعها حياتي كامله، وفما ربي في الدنيا، وانا نقعد ديما فاتن الفازع معناتها بالحق
je brillerai toujours, en tout cas, avec sincérité نتاعي ou avec transparence نتاعي au cas. زدت في الميزان؟ برشا برشا هادي. ما عندكش فكرة. أنا ريت هكايا وأنا زايدة على الآخر ديجا مطيحة 8 كيلو. دي تروبل في الكومبورتمون أليمونتيغ اللي هو تروبلي من عند ربي معناتها نموت على الماكلة. أما زدت مش نورمال عمري ما وصلت الوزن كيف هكايا. هاني قاعدة جيساي بشوي بشوي. تو فهمت كي قلت لي أخي بحاجة صارت في حياتي. إيه. تو فهمت هالجملة. إيه. خايبة خايبة بالحق سيتي اوريبل معناتها وهاني قلت لك ومخلطة بإحساس بالذنب ومخلطة ياسر خايبة. عندي زوز فقرات اختار باش نبداو مع أو ضد وإلا فقرة المحكمة. حاب ندخلك متهمة وإلا نعملوا مع أو ضد. خلي نعملوا مع أو ضد هكايا تبدي شي حاجة سامباتيك نخفوا بها شوية. خلي نخفوا مع أو ضد فاتن الفزع. فاتن الفازع مع او ضد الحجاب؟ اي مع بيان سور. حريه شخصيه. حريه شخصيه. بيان سور. مع خيانه المراه لزوجها كرد فعل على خيانه الزوج لزوجته؟ طبعا. مع الخيانة. العين بالعين والسن بالسن والبيدي اظلم. مع. لكن الخيانه هي فعل سيء. اي هو عدس خير وسابق. كل واحد يمشي باصله. اي كي تحب تخون ما قلتلهاش انا لازمها تخون، اما اذا خانت هي معناها باش تبرد تبرد نارها هذيك، انا مع مساندتها. تشجع لهنا على الخيانه. علاش نشجع؟ قلت لهم برا خونوا. نشجع راهو كي نجي لعبد نقول له برا خون، كان امراه خانه راهي كان امراه خانه راجلها ولا صاحبها وتوجعت وكل ولقات انها كي باش تبرد روحها كانت تخون وتبرد هي تنجم تطلق وتمشي، اما كان فما ظروف منعتها باش تطلق وخانت خانت هي. انا مع. انا ضد جدا. اي برا ضد، انا مع. ايش ضد؟ اسمع هدهود عامل بارفان بالعود. ياسر بنينه عم بارفان بالعود. ما نعرفش شنو البارفان يعملوا انا. بالحق؟ ياسر بنينه بالحق. في بالك من غادي نشم في ريحتك؟ تو سو فريمون بون. حد انت ريحتك باهيه. يعيشك انا سي لو ميم بارفان دوبوي 98 هو بيدو. باهي. مع او ضد الفيغانيزم؟ الناس معناتها اللي انت توليك انت. ليك انت. ونخلي الكابتيجي ونخلي المرمس ونولي فيغان. مولي بيس فاغوم يا هدود معناها بوركوا بالالمون. اي نعم فاغوم انا ما ناكلش كابتيجي وفريت ومي فاي. نعم يا حموده نعم. واو 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 بعد حبسي وطالييني وكفتاش جايه وشي خاطي نولي فيغان لا يوسخ مكه فيغان. اسمع انك الحاجات المضخمين اللي يعملوا اليوغا ويبداوا فيغان لا لا ويمشيوا للسبا حمام عربي حمام عربي جايبه معايا جعبه الكيراتين عملت ابليكاسيون عند الحجامه. يعني جو احلى جو لغلو فيغان. اما اللي يحب بيان سور ايه؟ اللي يحب حر. ما احلى صباتك. ريتو لامي بالرش. نموت على الرش والله جادوغ نموت على الرش. لا عامل رابيل على عينيك الرش بتاعي. ايه ريتو هذاك والله جبته بالذمه شريته من الامازون هو الحقيقه ضربني شويه خاطر شريته اونلاين كي نوجعني يقول لك النحيه. اسمع هيدي انا هكا كان وجعني صباطا جبت شليكه وجبت شليكه بالفورير نقول لهم يعطوني لي. اما شليكه بالفورير يا بنتي ما يسالش برنامج السهره معناتها ما يسالش ما يسالش. مع او ضد التبرك بالاولياء الصالحين؟ او وي جادور مع جادور. اي جادور انا ديما ديما سيدي بوسعيد وشمع وماشي يا سيدي بالاحسن نموت على الولية. اي ما راهو شرك بالله.
علاش راك بلاش بيني مشيت عبدت وما بلاصة نرتاح فيها يعني ما عنديش كلي باش ندخل في تريب تدخل كي تسال شمعة تقرا فيها وتحس هكا بالراحة تشرب كاس ماء طرف صمات كان موجود مع أو ضد الهجرة ضد الهجرة اي سورتو توا سا نسير أريان سا نسير بلو أريان توا موجات هجرة كبيرة في تونس توا موجات هجرة وزايد ريت توا كي تعمل البيضان بالخيوط بالفرانجة والثربالة والقصة قلت لك حرام عليك حرام عليك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ريت اليوم كيف تعمل البيلان تاعك أنا نحكي لك أون كونيسونس دو كوز بما أني نعيش في ألمانيا كي تعمل البيلان تاعك باش تلقى روحك تخلص كريك تاكل تنجم باش تعيش يعني تسكر شهرك مي اسكو كي تحطها قدام معناها قدام بعيدة على أهلك بعيدة على أرضك بعيدة على لوختك بعيدة على كل شيء باش تو سا بوغ سا تقول جست باش ناكل ونشرب وقاعد على طرف مرمز باش نركب ويعمل با حاجة كبيرة أنا راها اليوم حاجة زايدة ومن منبري هذي كانت تسمح لي هادي أنا عندي طلب نحب نوجهه للمسؤولين في وزارة التربية اليوم فما برشا شباب قاعد يهاجر وفما برشا شباب زادا ديزيسبيري والمشكل جو بونس في هذه الكل انه في تونس اللي ما ينجحش في القرايه ما عندوش ثنيه اخرى وحتى اللي ينجح في القرايه ما عادش لاقي اليوم معناها مثلا في المانيا متوجهه الدنيا نحو سو كون ابل بالالمان اوس بيلدونغ كيف ما التكوين المهني فيه تكوين فما التكوين يعني حاجه باليدين فما التكوين فورماسيون وانا نتمنى رجوع التكوين المهني علاش رجوع التكوين المهني مهم جدا في تونس ونتمنى من بعض الاعلاميين انهم يل روبوندي سور سا ويعملوا معناها هكايا ان تور دو بلاتو ان شاء الله مع او ضد العلاقات العابره يعني لي زاموغيت مع مش حاجه غير جديه يا اخي هي معناتها لا في اون دو با لا بروندر ياسر او سيريو مع واحيانا باي ثمن إيه اللي يعرف روحه كدي ياسر يتعلق معناتها وعنده ايموشنالمون يتعلق وكل ما يعملهمش اما اللي قادر عليهم انه يتجاوز والا ساعات اراه انت تكون تحب الغلاسيون هذيك تمشي اما الانسان اللي معاك يعني ما يحبش والا ما تتفاهموش دونك تولي علاقه عابره حتى كان انت ما دخلت ليش بنيه انها تكون عابره راه مع او ضد الشهره الفقرة هذه تعملت باش ما تقفش الوقفة هذيك واضح لأنها من غير ما تحكي لي مع أو ضد الإيمان بوجود توأم الروح إيه؟ مع؟ قبلت توأم روحك؟ ليه؟ والله ليه؟ تلوج عليه؟ ليه؟ نوم بلو ما تلوجش سارح في مكان ما في الكرة الأرضية كان جي هان وجي سيزو هانا قاعدين يعني أنا مات وساعات تتكو مع أو ضد تقاسم الأزواج لكلمات العبور متاع انستغرام فيسبوك أنا نجم نقسم معها ورثة نجم نقسم معها صياغة نقسم معها شريتي أما نعيني حمودة نعيني أي محمودة هني لذلك ليه جو سوي كونتخ وما خيبهم اللي الناس نسوا على بعضهم ويعرفوا الزوز ليه ثقة فينا ثقة وكل يبدو كونت اسمهم الزوز مثلا نبيل إيه مروة درشنوة ولا بمصتهم يا مي تصور انا نهار اخر بنتي وراجلها ولا ولدي ومرته يعملوا كيكه ونتغشش ما خيبها الفازه ما تعجبنيش علي بالعكس هذاك دليل انسجام روحي هما اثنين في واحد كي كان جيو انسجام روحي راه كل واحد عامل وحده وما يعملوا كيكه يفلموا وراه كل واحد عامل وحده راهو بفضلوا فيه يكذبوا والله يكذبوا وراسك مع او ضد التضحيات من اجل الحب كان خير وسابق مع كان معناتها يبدا جونتي وكل ومن بعد صارت المشاكل معاه بيان سور هي نهزوه ونحطوه زاد على كفوف الراحه مع او ضد الرقابه على المصنفات الفنيه
ضد الأقصى درجة، ضد أكثر عبد في العالم، ضد الرقابة هو أنا. وخاصة هالحاجة الجديدة اللي طلعوا لنا بها في تونس اللي اسمها مسلسل عائلي ولا مسرحية عائلية. يا معلم في المسرح راه فما فما الكوميدي، فما الفودفيل، فما لا تراجي كوميدي. عمري ما سمعت انا فما التصنيف العائلي. اي اون بلوس ايش نقول لك حاجه، هما ما هم يقولوا عائلي، العائلي بالنسبة ليهم راهم العائلة التونسية ما تحشمش من بعضها. كيف تتفرج في سرقة رغم اللي ربي معناتها قطع اليد هي الحكم متاعها، النميمة أشد من القتل. هما راهم ما يحشموش من بعضهم كيف فما مسلسل فيه عبيد قاعدة تقلقل، هما يحشموا كان كيف فما طرف إيحاء جنسي متاع بوسة وإلا حاجة، وقتها تقوم لقيامة مشكلتهم الأساسية مع الجسد. كيفك الكوب اللي انت جبتهم كي اللي يباسوا بعضهم هذوكم، ريت هالبوسة ذيك اللي عطاها لها سمعك، كان عطاها لها في جبينها، كان عطاها لها في خدها، راهي تعديت نورمال. اما جوست على خاطرها جيت لهنا وهي صغرونة بالكل، هما قيموا القيامة وشيشوا النعامة، ولو يدخلوا في رواحهم في المسرح، والمسرح حر والفن حر والفن مجعول للارتقاء بالعقول، معناها وباش يطلع لفوق. لوريجين دو موند من اشهر لي تابلو في العالم، هي صورة لجهاز تناسلي. يعني أراه الفن حر، هذه الحاجة لازم يفهموها ولازم يزيوني من كلمة عائلي. شكرهتها مخيبها كلمة عائلي. إلى أي حد الحرية وإلى أي حد المسؤولية؟ أنت فاتن الفازة عندك برشا أفكار مستفزة. على هذاك ستنصب المحكمة وبش تكون متهمة. فاتن الفازة في المحكمة بعد الفاصل.